أول مرة قررت تحترف خدت الطريق إزاي؟ ربنا كرمني بزميل معهد دفعة الفنان شريف عرفة، وهو المنتج السينمائي وابن أحد المنتجين السينمائيين الكبار الأستاذ ماجد موافي. أيوة. ورشحت لتصوير فيلم اسمه الصديق الوافي، بطولة طفل وكلب، كان إخراج المخرج المصري المهاجر الأستاذ فاضل صالح. ودي كانت أول تجربة ليا وأول احتكاك وتعارف بيني وبين شريف عرفة وسعيد حامد، وكانوا مساعدين للأستاذ فاضل في الفيلم ده. أيوة. فده كانت التجربة الأولى، ونجحت التجربة الأولى، ورشحت بعديها بفضل ربنا سبحانه وتعالى لمجموعة من الأعمال، منها الكتكات مع الأستاذ داود عبد السيد، لا كتكات ده وزوجة حكايه رجل مهم، مع الأستاذ محمد خان، وكابوريا مع الأستاذ خير بشارة، وناجي العلي مع الأستاذ عاطف الطيب، ومن خلالهم بقى في مصور اسمه محسن أحمد، في استاذ كبير اسمه الدكتور محسن احمد. الحمد لله. فيلم الكتكات محدش يختلف ان هذا الفيلم علامه مختلفه، واللي يقرا السي في بتاع حضرتك هيكتشف ان معظم الاعمال هي علامات. الحمد لله. ده بقى انت كنت قاصد انك ما تقدمش الا اعمال بهذه الا بهذه الجوده والقوه، ولا هي الصدفه والظروف؟ طب ليه ما تقوليش حضرتك اني كنت مبخت وحظي كويس اني تواجدت في هذه الاعمال؟ ولا المناخ بشكل عام كان كويس؟ يعني حضرتك لو هنقول تجربه الكتكات، مجموعه كلها شديده التميز. صحيح. يعني لما يبقى المخرج والكاتب الاستاذ داود عبد السيد، مهندس الديكور الفنان القدير الاستاذ انسي ابو سيف، الراجل اللي دخلت البلاتو لاول مره عشان اعاين الديكور اللي اصور فيه، فلقيت حد افتكرته احد عمال الديكور قاعد جنب حيطه بيشتغل بايده. اقتربت اكتر اكتشفت ان اللي بيشتغل على الحيطه بايده مهندس الديكور هو الاستاذ انسي بنفسه. ايوه. ومن وقتها عرفت ليه هو بهذا التميز في عمله. ايوه. فمع هذه الكوكبه من المبدعين تواجد مصور عنده حلم انه يعمل شيء مميز، كان فيلم الكتكات. الاول يا دكتور انت بتختار افلامك على اساس ايه؟ يعني بتحب السيناريو اكتر ولا بتحب مجموعه العمل؟ يعني البدايه بتكون منين؟ البدايه من قراءه العمل بشكل جيد اولا، ثم مجموعه العمل. زي ما اقول لحضرتك لما تشتغلي مع الاستاذ انس ابو سيف، انا عندي اساسيات الصوره الجيده كلها متواجده قدامي. ايوه. الراجل كان قاعد على الارض بيشتغل بنفسه بيعمل نشع الميه تحت الحوض بتاع بيت الشيخ حسني بايده. فمع هذا الفنان المتميز انت الصوره بتاعتك اوريدي موجوده، انت هتنور بس كويس شغلك هيبقى حلو. فالحظ بيخدم كتير قوي. يعني يمكن يكون في زملاء اكثر موهبه مني، ولكن لم يصادفهم الحظ في التواجد في اعمال بتميز الاعمال اللي انا اشتغلت فيها. لكن اكيد كل هؤلاء المتميزين لما يقولوا احنا هنجيب مدير تصوير، ومدير التصوير ده الحقيقه يخلي الدنيا منوره جدا، منوره مش لازم تكون اضاءه عاليه، ولكن يبرز لي الفكره ويوصل لي الاحساس بالنور والصوره، او ياخدني في منطقه ثانيه. فالحقيقه اذا كانوا هم متميزين فحضرتك ايضا شديد التميز، يعني ما فيش حد يختلف على ده ابدا يا دكتور. الحمد لله رب العالمين. انا مؤمن بالعمل الجماعي. ايوه. يعني كوكبه من المتميزين عندها القدره انها تصنع عمل شديد التميز. ايوه. اما التميز الفردي فبيصنع نجاح لصاحبه فقط.